وفي سياق ذي صلة حذرت إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة من النتائج المؤسفة التي تنتج عن التجمعات وعدم التقيد بمعايير التباعد الاجتماعي لكونها أحد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الحالات القائمة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أكثر هذه الحالات كانت نتيجة للمخالطة في التجمعات العائلية، داعية إلى أهمية الالتزام من أجل البحرين بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.